المنفذ اللي قلت لك عليه عدوي. حاضر يا باشمهندس، احنا النهارده خلصنا كل التناديف اللي انت قلت عليها. طيب سلام يا باشمهندس. مع السلامة. انت اللي قاعد بيتك دي؟ دي بيوت ناس. فضل اطلع بره عشان نشوف شغلنا. انت اللي هتطلع بره. ايه؟ هنتجنن؟ يلا. يلا. ايه شغل السلطه اللي انت عامله ده؟ دي مالك سلطه ولا سلطه؟ دي مالك؟ عشان انا اللي هدفع لك اتعابك. هو اخوان؟ ايوه. انا عصمت وهبه بقى. انت صاحبة الفيلا دي؟ التافهة الهايفة قليلة الأدب. الشغل ده ما يلزمنيش. مالك؟ سكت ليه؟ أكل لسانك ترومترين؟ أنا أفضل التفاهم يبقى بينك وبين مرزوق، وأنا مستعد أنفذ لك كل طلباتك. وما تنفذش طلباتي ليه؟ على راسك ريشة؟ لا يعني بعد اللي حصل بينا واضح ان مش هيبقى في لغه للتفاهم ابدا. لانك انسان غير متحضر. شوفي بقى، انت غلطت فيا وانا غلطت فيكي. خلاص؟ مفيش داعي بقى للمتحضر وغير المتحضر. انت عملته في الشارع تسميه ايه؟ خطبتي وببص ايه اللي مضايقك؟ وبعد ساعتين ثلاثه تبقى مراتي. انا مش شايف. سلام. قاعد فين؟ بقول لحضرتك بعد ثلاث ساعات هتجوز. ما انتش ماشي من هنا قبل ما توريني اوضه النوم. ايه ده يا اسطى؟ مهندس فن. ايه ده يا باش مهندس؟ الذوق الرخم ده. والله الذوق ده حضرتك طلبتيه وقلت المرزوق يبلغني بيه. ده حتى خاطب حضرتك ما عجبتوش الاوضه وانا ما رضيتش اغيرها لما سبتك تشوفيها. هو ايه علاقته بالموضوع؟ ده ذوقه بلدي وشكله كمان بلدي. والله هو كمان رايه في حضرتك كده، انك ما بتفهميش حاجه ابدا وذوقك بلدي جدا. ده ربنا اداله جسم بغل في عقل نمله. حضرتك عايزه ايه في الاوضه وانا اغيرها؟ عايزه لونها اسود. اسود؟ كل حاجه فيها اسود، الستاير والسقف والسرير اسود. مفيش غير اوضه تنفيذ حكم الاعدام اللي بيبقى لونها اسود. انا بالنسبه لي ما يفرقش عندي، الجواز زي حكم الاعدام. طيب ممكن حضرتك بقى تديني الشيك اللي اديتهولك زهيره هانم عن بقيه مستحقاتي؟ مش هتاخد حاجه قبل ما تخلص شغلك. وبعدين في اليوم الاسود اللي مش فايده. الحق الحق يا ديفا، عايز مطرحة الفيلا. طب انا مالي؟ وانت مالك ازاي؟ دي راحت تاخد بطالة من عباس العنتيل. كتير. انا مش هكمل بقية الشغل وعاوز بقية اتعابي. ده انا نسيت، للدرجة دي ما عندكش فلوس عشان تتجوز؟ والله اتجوز اطلق، ده مالي وانا حر فيه بقى. انت مش كنت متجوز المرحومة اخت مرزوق؟ نايم. ولازمتها ايه الدناوه عشان تتجوز تاني؟ واحد هيتجوز اتقبال حضرتك؟ الانسان المتحضر هو اللي بيتجوز مره واحده. والله انا من عيله غير متحضره، جدي اتجوز خمسه، وابويا اتجوز اربعه، وانا هتجوز عشره، بس ربنا ما وقعني في واحده زي حضرتك. ده انت لو كنت اخر راجل في الدنيا انا لا يمكن اتجوز واحد همجي زيك بيبوس الستات بالتوحش ده. يا اخويا العالم الخلد. يا نسا. نعم. في السوسته. انا هعملها. انا هعملها. هعملها لي. اتفضل. ايه انا اسف جدا، طلعت في ايديا. يبقى انت اللي قاصد تبوظها يا متوحش يا قليل الادب. قليل الادب؟ انا من الصبح مستحمل رزالتك وقلت ادبك. انت مش طلبت مني اوضه النوم بتاعتك تبقى لونها اسود؟ انا بقى اللي هخلي يومك اسود اذا ما كنتش هتديني الشيك بتاعي. انت يا ولد ازاي تكلم ستك بالطريقه دي؟ ستك انت مش ستي انا. انا مش همشي من هنا الا ما اخد حقي. امسكوا يا توفيق على بال ما اصلح السوسه. انت مش هتمشي من هنا الا ما تديني الشيك اللي اديتهولك زهيره هانم. هي حصلت انت بدي ايدك كمان؟ ولا ولا والله انا مكسر دماغك. لا 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 ل
انا ما كنتش عاوز امد ايدي، انا مش عاوز امد ايدي. في ايه؟ الله 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 فضلك المريض في حاله نفسيه سيئه، انا من شويه اديته حقنه مخدره علشان اعصابه تهدى. عباس سيبيه حيهدى حيهدى دلوقتي حيهدى. هو حضرتك تقربي له ايه؟ انا عروسته، كنا هنتجوز النهارده يا دكتور. يوه الاستاذ عباس مصاب في منطقه حساسه جدا وهتمنعه من الجواز. يا مصيبتك يا عديله، يا مصيبتك يا عديله. في واحدة ست في الدنيا تضرب رجالة بالشكل ده؟ ذنبه ايه عباس العنتيلي عشان تبهدليه كده؟ ده همجي ومتوحش، طول لسانه عليا وشتمني. ولا كنت عايزاني اسكت له يعني عشان هو راجل؟ يا بنتي يا بنتي، الراجل راجل والست ست. ليه؟ هو الراجل يزيد ايه عن الست عشان يتحكم فيها بالشكل ده؟ الست من غير راجل عمرها ما هتبقى ام. يا سلام، والراجل من غير ست عمره ما هيبقى اب. يا عمتي الرجاله دول وحوش، يبصوا للست عايزين ينهشوها بسنانهم. ده انت اللي وحش ومفترسه كمان. يلا يلا اتفضلي امشي قدامي. على فين؟ هنروح المستشفى تعتذري لعباس. لا يمكن اعتذر لراجل ابدا. هتعتذري له ورجلك فوق رقبتك. الورد البلدي عشان كده قطفتهولك بايدي. قطفتلك يا زهير هانم. الله، انت لسه ما اتغديتش؟ مش معقول، انت هتاكل من ايدي.